طيب شايف مين يا كابتن اهم مفاتيح باللعب نادي الزمالك؟ لا في اللقاء ده اهم مفتاح في لعب نادي الزمالك هو اشرف بن شرقي. يعني اشرف بن شرقي عنصر مهم جدا في تيم نادي الزمالك هجوميا. وراجل من مش عاوز اقول اكتر صفقه من 10 سنين اثرت في نادي الزمالك هو بن شرقي. وشايف ان بطولتين السوبر الافريقي والسوبر المصري كان بن شرقي له دور كبير جدا في حسم البطولتين يعني. وانا شايف ان شاء الله يكون له دور في حسم بطوله دوري الابطال ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله يا كابتن. طب يا كابتن حضرتك كان ليك هدف شهير جدا في مرمى الرجاء. تمام. كلمنا عنه. لا دي ذكريات واحد عمره ما ينساها. اكيد طبعا. يعني احنا بقى لنا فتره كبيره جدا ما خدناش البطوله. تقريبا من 18 سنه. هدف عزيز عليا جدا وقلت الناس بتشبه الهدف ده بجون كابتن مجدي عبد الغني في كاس العالم. قلت لهم يا جماعه طب انا ذنبي ايه؟ انا عاوز النادي الزمالك ياخد البطوله دي مليون مره. ولكن انا شايف انسب وقت لنادي الزمالك ياخد البطوله هي الفتره دي. بس حضرتك ما عملتش عليه اعلانات زي مجدي عبد الغني. ليه يعني؟ والله على حسب بقى اكيد بقى المعلنين كلهم اهلاويه. ايوه. ولكن انا بتكلم على بطوله غاليه جدا لنادي الزمالك وغايبه جدا. فيا رب نتمنى ان شاء الله البطوله اللي جايه تكون زملكاويه ان شاء الله باذن الله يعني. طب يا كابتن